بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه طلعة خفيفة، وهالمرة مزاجي شمال، الأسياف الشمالية، فحبيت أعيد ذكريات هذه القديمة اللي كنت يعني قبل، خاصة بالفترة هذه كنت دائما أروح شمال للدوحة وما حواليها الصبية، وطبعا أيامها كان الصيد غير، يعني الشعم يعني ما شاء الله الشعم موجود، والمجازية وسبيطي بعد ساعات، لكن تغير كل شيء يعني، لكن تبقى في يعني تحن انك تروح يعني. وانا رايح بالليل يعني، انا تعرفوني متابعيني اكثر طلعاتي ليلية يعني، وبروح الحق الحين قبل لا تتأخر المايه، واليوم نص الشهر، فمفاجأة اروح يمكن توفق بصيدة شيء ونستانس ونعيد ذكرياتنا يعني، نعيد الايام الحلوة الذكريات اللي كانت قبل عايشينها ونستانس ان شاء الله، وان شاء الله ان الله يوفقنا يعني في صيد وتصوير وجو حلو تعيشون معانا فيه ان شاء الله، نتوكل على الله. قبل ان كنا قبل نروح من جهة صليبيخات، من صليبيخات ندش الدوحة، الحين تغيرت الامور، تسهلت شوي، انه صار من جسر الغزالي على الجسور مباشرة نوصل يعني ان شاء الله، لكن مثل ما هو يعني سهل الامور خلى الدوس يعني أكثر يعني من اللي يروحون هناك قبل قليل اللي يروحون، تغير المكان اختلف عن قبل شوية، هذا حال الدنيا دوام الحال من المحال، والله يسهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بتجه طريق الغزالي. مشكلة الغزالي طريق الدائري الخامس يصير صعب انك يعني تلف من الزحمة اللي عند الفنيوز، الفنيوز عليه زحمة فتطول على ما تاخذ اللبة اللي تدخل فيها على جسر الغزالي، فأفضل طريقة اللي من المناطق الجنوبية ناخذ السادس من بعد منطقة الفروانية، ياخذ طريق المطار، مو المطار اللي بعد الفروانية، ويمسك يصير اتجاهه اتجاه مباشر يتصل بالغزالي يبعد عن الزحمة، وهذا اللي أنا الحين بسويه،
أنا الحين خذيت الطريق السادس وإن شاء الله أدش عليه من الطريق اللي يتصل على طول في الغزالية إن شاء الله. إن شاء الله نبي نلف على طريق المهدي جسر الغزالي. طبعا الطريق هذا اللي يكون الخط السريع هو طريق المينا، يعني اللي يفصل بين الرابية والفروانية ومتجه للمطار. في شوي زحمة، هذه أفضل طريقة. مجرد ما تدخل هذا الشارع على طول تشبك مع الجسر الغزالي، توصل منطقتك اللي تبيها، داحة، صبية، لكن والله زحمة شوي، لكن يبقى أفضل من هناك. نكمل طريقنا. زحمة عند الدخول، اللي بيدخل من الخامس من تصير ساعات الزحمة. الحين هذا خط على طول مستمر ما يوقف إلى أوصل الدوحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا وصلنا للمينا، هذا المينا قدامنا. طبعا نستمر حتى وصلت الدوحة، وصلت الدوحة نلف على الدوحة. هذه شركة المطاحن الصوامع، وهذا المينا، هذه المنشات. جابر الله يرحمه ويغفر له، المنطقة التجارية
بوبيان. هني كم مرة ضيع يعني اللي ما ينتبه يطوف اللفة، لأن هني شبكة من الجسور ضيعك. شاليهات الشغلات هذه، قبل كنا نروح عند الدوحة عند المينا، يعني كنا نروح على نفس الشارع مال المينا نقعد فوق ونحدق، كنا نشوف السبيطية تمشي تحتنا والمزيزية، يعني كأن أكواريوم تشوفها تشوف الحين، مع أن الماء يرك لكن تشوف سبيطي قدامك والجزيرة كبار يلاحقون الزوري تشوفه. طبعا منعوا الحين ما حد حدق على الجزر. نكمل ان شاء الله. شرفنا على الوصول ان شاء الله. الدوحة الشرقية اللي بعد المينا الدوحة الغربية. المهم مو هذا، المهم هل راح ألقى المكان ولا ما ألقى؟ هذه بس اللي أفكر فيها، ان الاماكن اللي كنت اجيها وحدك فيها اني القاها الليلة، اذا ما لقيتها مضطر اني اغير المكان. انا رايح مفجر علشان لو لقيت المكان مو موجود عندي فرصة اني اروح مني ولا مني. ان شاء الله نحصل لنا مكان اللي حنا كنا نجي فيه وحدك فيه. السفن معروف قديم، مصنع ثلج الجزار، مصنع الرابطة، كان قديم جدا. ايش عرف بالغدر كلها مطبات. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني الأماكن هذه القديمة لما نجيها نستانس، والسبب ان تذكرنا بسنين اللي طافت لما كنا نجي الايام الحلوة وايام الشباب كنا نحلق. فهذه الاجواء اللي نحن يا الكبار نشعر فيها بالمتعة، تذكرنا الايام الحلوة والحداق والقعدات. فهذا الشيء اللي خلينا نحن كل شوي يجي حنين لهذه الأماكن.
لو ظاهر تشوف الكرفانات وناس فأعتقد في صعوبة. إن شاء الله ألقى الراس اللي أنا أروح له ألقى فيه فجة قاعد فيه إن شاء الله. ما لقيت الله يعين. هذه الأماكن كنت أجيها بالكرفان أكثر من الخيران، طلعاتي الأولية أكثرها بالكرفان كانت هني بالدوحة وبالصبية. هذه الأماكن اللي كنت أنا أجيها. والله المكان ماشي، نشوف إن شاء الله نلقى فجة. لا إن شاء الله بحصل، إن شاء الله حصل، إن شاء الله بحصل، إن شاء الله. هذاك الرأس، هني رأس، هذول قاعدين هني، هذول اللي قاعدين هني، هذول السيارات أغلبهم دفار، هذول يروحون دفار، حداكم كله دفار. بس احاول اني انزل هني، قبل انزل واقعد تحت. هذا مكاني الايسر اللي كنت اقعد فيه. اليوم عاد ما شاء الله، خليني اشوف انزل، ابي اشوف النزله شلون اقدر انزل. لا حصلنا نزلة، بس أرجع شوية. الماية توها طبعا، أنا ليش جاي مفجر عشان أجي نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحين نجهز عدتنا، ننزل الكرسي
وننزل السلانير. خلي قاعدتنا هني. بسم الله. نشوف عادل السنانير ان شاء الله ما ترش علينا المايه تكون طفوح. نشوف الحقايد طرقة موجوده مو موجوده. ان شاء الله موجوده. اخابرك انت تطق حديدتين ان شاء الله. والله شكل المايه تبي توصل. بسم الله. حط واحدة هني. أنا خابر كنت أطق كنت أطقها هني. بسم الله. كان يصير فيه فجات وأطق الأسن هذا بالفجات الحين نطقه إن شاء الله. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأجواء. جهزنا القاعدة، حطينا سرانير، كرسي هنا. هالمرة ما في تعب، مكان قريب ما يبي عربانة، وننتظر إن شاء الله أن الماية ترش بهالفترة هذه إن شاء الله. نبي نصلي العشاء ونجهز شغلنا وننتظر إن شاء الله. رحيم. بدأت الماية توصل بس لا الحين يبيلها. أنا معياري دائما في صخرة هناك إذا تغطى أبلش أحدق. الحين توه يعني في يعني بعض الحالات موجودة، يعني لما توصل تقريبا عند صخرة هني خلاص نبلش نحدق إن شاء الله. الله كريم. ولا والمناسبة الحلوة ان ابو عبد الله البيشي ان شاء الله جاينا بالطريق، وان شاء الله نستانس وياه والله يوفقنا جميعا ان شاء الله. وصل ابو عبد الله مضيع شوي والحمد لله لقاني. انا سيارتي صايره تحت ما يشوفها صغيره، والحين وصل ان شاء الله. نكمل حداقنا وان شاء الله وناسعتنا باذن الله. راح نحط اليم الحين ما ارتفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القمر ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الليلة تعتبر ليلة حلوة، يعني حلوة للحداق إذا الله كتب إن شاء الله. يكون حمل وقمرة ساعات تصير فيها صيت. والله كريم إن شاء الله. لا الحين الماية ما وصلت. والله كريم. يلا نبلش أول قطة.
جيت بوقتك. هذه اول قطه لي. دور مايا بدايتها. هاي الحين صلاة إيه؟ إلى شوية على ما يوصل السمك. هذا ابو عبد الله بيشي ما شبينا الليت. جهز نفسه. الله كريم. Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآن ما في شيء لا علي ولا على أبو عبد الله. الحقيقة قاعدين حدق ربيان، الربيان يأكلونه وحنا ما نحس فيه، نويتف. حطيت هذيك فيها شرايب، دي شرايب شوي قديمة حطيتها، إن شاء الله يبين عليها شيء. حدقت بصلاخة هنا التفوه. نويتف يعني هو أكثر شيء مشكلة نويتف. سمك العودة إلى الآن حتى الآن ما وصلت، فننتظر الله كريم إن شاء الله. لكن الدوحة تغيرت مي اللي حنا نعرفها قبل، يعني قبل لا ما شاء الله قط، يعني أنا لي تصوير بالمكان نفسه، يعني شعوم ونطلع مزيزية. لكن المهم أن نعيد الذكريات ونعيش بالأجواء الحلوة هذه الباردة شوي. صار اليوم في برودة، وشكلي باخذ شديري يعني في برودة شوية. الله كريم. هذا أبو عبد الله ضربت عليه سمكة ما شاء الله. كبار والله، كبار. إيني عادي ميام يا كثرة. هذا قاعد يم الدينة. إيه شوف ما شاء الله. هذا مدينة. عربيان. إيه عربيان. إيه. إن شاء الله يجي أحسن منه. إني ميام عجيب. يصلح مشوي. شلون؟ يصلح مشوي. هي يونس. بعدين كبار ترى. لا مشوي يصلح. عجيب حلو. مشوي. إيه. جربه أنا. سمكة طيبة ترى. أنا في ناس يتعنون يبونها. Thank you.
يمكن الثانية ضاربة، خلنا نشوف. الحمد لله الامور طيبة، مستانس قاعد نسحب، الله كريم. دافع على خيطي وراح.
وحشني يا امك. قص خيطي يا رجع مرة ثانية. أنا عندي جاهز. لا هذا أنا حاط ختات. لا أنا خيطي أصفى. عرفت الأصفى الذهبي. طفرة ها؟ ايه. يا دير سوي. وجهه مطحوب هذا مو عريض. بوبوز. اي بوبوز هذا. ساعة مباركة يا مناصر هو اكيد ضرب ويا لف على الفرقين وحجر من الناس يلعب وياه خير. كان عز فرق شعب هود جيزي
حاسنا نشم شوي. ردت الكاميرا عادتها تفصل وتوقف، لا يبينا نغير التلفون الظاهر. هذا عبد الله على هالرشة ضربت على يميامة، ما شاء الله اليميام كلها أحجام كبيرة، أحجام كبيرة ما لا تسوي، يعني تاكل لك ثنتين تكفيك. الله كريم، احنا اليوم حداقنا رطب، شوف الماية احتمال انها تصعد علينا، نار كيل قاعد تنبر، ان شاء الله ما تصعد الماية علينا طايقنا. اسحب هذه الربيان، ماكو فايدة. بسم الله الرحيم، طلع الماي وين وصل؟ شوفوا ترتشخت على ما وصلت سيارتي. نطلع بسم الله. طفوح مشكلة، اليوم بنحدق بالماي. شوفوا 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 الماي، شوفوا صار من وراي عشوة على الأقل، بس لا يغطي. لو كان في زوري صغير هني، شوف شوف هو زوري هو ربيان. الله يعيننا، مو أول مرة يا ما حدقنا دفار 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 العدل، مو هذا الدفار. اي شوف جيب السالة قط عليهم. خلاص صعد، كان الماي شوفوا وين صعد، شوفوا وين وصل الماي، شوفوا هذا الماي جانا من ورا، شوفوا هذا المرة طلعت سيارتي فوق لكن رجليني ثلجت من البرد، دش الجوتي الماي، شوف وين وصل، وصل هني، الله إن شاء الله يوقف ما يجي فوق. إن شاء الله شوف شوف الماء، شوف فجيب صغيرة، ها؟ سنارة صغيرة، ايه؟ اتفاعل فيها. Thank you.
هذا الماي، يعني قدامه شيء بسيط يصعد والقمره فوق. ان شاء الله هذه وقفه المايه، اذا وقفت خلاص تبدا تثبر ترجع المايه. هذه الحاله يعني تحصل يعني مو دايم، كل شهر شهور معينه ويسمونها طفوح، تصير المايه طفوح تصعد الى مستوى اعلى، حتى اني قبل تجي مرات يعني معينه تدخل توصل البيوت اللي على البحر. فهذه احنا في حاله طفوح. ابو عبد الله راح ورا منك وصل الماي، يعني انا قاعد بين المايتين، اذا غطوا لا بمشي. بس العجيب ان النابر وقف، جدا وقف، يمكن يبين مع الثبر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النابر مع ان المايه الحين طفحت لكن النابر واقف، فنزلت السناره الصغيره هذيك انا اتفائل فيها وقطيتها قريب، نشوف شو طلع لنا ان شاء الله. هذا الوضع حاليا، ورانا ماي ومن قدامنا ماي، ما عندنا الا هذا الجزء المرتفع، وحنا وحظنا اذا ارتفع علينا الماي لا لازم نروح هناك. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طريقة عشان اكمل فيها التصوير عقب ما انكسر الحامل، الحين بنجرب نشوف شلون التصوير. الحين يصور ما شاء الله. اذا انكسر عليك الحامل وتبي كمل تصويرك، لف على تيب على نفس الحصى مالت الحامل وكمل تصويرك. راح نشوف نكمل، نسحب سنارة صغيرة نشوف شلون صارت. الأمور ماشية.
هاي سنارة صغيرة. ما شاء الله شنو هذا؟ كيس عبالي شم
هاي مراضية. هذا ابو عبد الله تو ضرب عليه شب ما لحقت اصوره. اليوم الشب دوخنا شوي. اللي براسي خلاص في حنين ما كل استحمل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص حداقنا شحن التلفون يخلص وهذا اللي يتخلص راح استعمل هذا مكانه مكشين يخلص شغلي وان شاء الله في طلعات ثانيه. الا ابو عبد الله ايش رايك بليلتنا هذه؟ والله اليوم الجو حلو. اي هالماي اللي استانسنا والماي مثل ما شفتوا دشت علينا كل ساعة شايلين اغراضنا وراجعين. والله انا ما بس يعني ما فيني شدة انتقل يعني. مناصر ما شاء الله عليه قاعد وماي حدره. ها وين تحصله ترى؟ لا جو لا جو لكن الحمد لله صيد وناسه. الحمد لله ان شاء الله. وهذه الطلعات تكون كل طلعة لها جوها ان شاء الله. طلعتنا الثانية تكون اجمل واجمل ان شاء الله. نشوفك على خير. الله يوليتك بالعافية يا ابو ناصر. الله يعافيك ويبارك فيك حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وشلنا اغراضنا بعد هالشغله اللي شفتوها. الشحن عندي خلص صار في عقب الماي دش طاح بالماي التلفون والشحن هذا خلص يعني كل شيء خلاص وقف والتصوير ماشي مال الراس. لكن يعني عشنا جو هذا ذكرني بايام القديمه ايام الشباب كنا نحدق في وسط الماي يعني في دفار لكن احنا مو دفار ندش داخل ونقعد بالماي نقعد على حالب بنص الخور والعمق يعني على طرف العمق ونصيد يعني سمك عوام يعني. فالحمد لله عشنا التجربه وان شاء الله تشوفون شلون صارت واستمتعت يا ابو عبد الله. والحين هذا اخر التصوير قبل لا يسكر ونشوفكم في طلعات ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اخر تسجيل ما باقي الا شرطتين للشحن. والمشكله جيت بشحنه التلفون قال فيه رطوبه بعد ما طاح بالماي. فالله يسهل ان شاء الله امرنا ونوصل البيت يصير خير. يقولون ان التلفون اذا صار فيه رطوبه حطه بعيش تشيز فيه عيش وسكره يسحب الرطوبه. بس ما ادري شنو نوع العيش، احط بسمتي ولا بشاور ولا مزه ما ادري. هذه ما عندي فكره عنها. نشوف ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله.